هدول independent vectors راح نسميهم y1 بتساوي 1 2 3 y2 بتساوي 1 0 1 نفس هدول بس غيرنا اخر اشي y3 2 2. هلا هون السؤال صعب اني اجاوب السؤال مباشره، هل في combination of c's راح تخلي هدول؟ طلع الديتيل. اوكي بس هون انك تقعد تجرب ممكن تقعد فتره طويله ما تقدرش هذا. فكاني عمالي بقول انه ايه شو بتساوي؟ 1 2 3 1 0 1 2 2 2. شو رايكم نطلع الديتيرمنت تبع هاي؟ يمكن يكون هذا اسهل شيء مش هيك؟ نطلع الديتيرمنت تبعت ايه؟ فاي ديتيرمنت بتساوي 1 مضروب في ايش؟ 0 في 2 ناقص 2 ناقص. متذكرين الناقص لازم يكون عندي هذا ناقص، احطه هون بخط صغير. هاي ناقص وهاي ناقص وهاي ناقص وهاي ناقص. ماشي الكل فاهم شو قصدي هون؟ اذا هون بعدين عندي الثانية اللي هي ناقص 1 مضروبة في ايش؟ 2 في 2 4 4 ناقص 6 ناقص 2 مش هيك؟ زائد 2 في ايش مضروبة؟ 2 في 1 2 ناقص 0 بتضلها هذه 2. فصار عندي هون ناقص 2 زائد 2 مش هيك؟ بشطبوا بضل عندي هون 4 اللي هي لا تساوي 0. اذا هذول فيكتورز اندبندنت. اذا هون فيكتورز 3 فيكتورز ار اندبندنت. طب لو انت جربت حالي او حالتين واثبتت لي انه ما فيش سيز، هل هذا كافي كاثبات؟ لا. انتبهوا على هاي الشغله. تقول لي انا جربت 50 حاله وكل الحالات ما زبطوش، هذا مش اثبات كافي، هذا اثبات كافي. انه طلعنا احنا اخذنا الديتيرمنت والديتيرمنت طلع زيرو، طلع نون زيرو، فمعناها هاي، فالرانك تبع هاي شو بقى؟